دكتور عمرو يمكن المكوك وفي التمرين ما شاء الله، يمكن هو دكتور عمرو خس جامد جدا في التمرين، بيجري زيه زي اللعيبه موسيماني او مستر موسيماني، يعني بص ما بيريحوش خالص، وبيوصل كل كبيره وصغيره كل لاعبي النادي الاهلي. دكتور عمرو مليون مبروك النهارده، بطوله غاليه قوه النادي الاهلي. ميرسي يا فندم، الف الف مبروك لجماهير النادي الاهلي ولافراد الجهاز واللاعبين. كانت بطوله صعبه، تعمل ثلاثيه صعب جدا، اللعيبه مجهده وذهنيا وعصبيا وبدنيا ومحامين بقى لنا فتره، والحمد لله ربنا كان على قدر المسؤوليه، وربنا كرمنا وكسبنا النهارده. احنا النهارده الناس كلها عندها جماهير، احنا عندنا شعب، اعتقد في مصر حوالي 70 80 مليون اهلاوي، في دول تعداد سكانها مش العدد ده، فانت لما تفرح عدد كبير زي ده بتحس قد ايه انت عملت حاجه كبيره، والواحد فخور اصلا ان هو في النادي الاهلي ولابس شعار النادي الاهلي، حاجه كبيره ان شاء الله. اعتقد حاجات هنحكيها لاولادنا وهفخورين احنا في الجيل ده. مليون مبروك يا دكتور. الله يبارك فيك يا فندم. ميرسي يا فندم، شكرا حضرتك. كابتن ايمن، دي كانت تغطيتنا الخاصه والحصريه داخل غرف ملابس النادي الاهلي. فرحه حلوه والبطولات حلوه، عاوز بطولات دور على النادي الاهلي، عاوز انتصارات دور ايضا على النادي الاهلي. مكملين معاك في تغطيه خاصه وحصريه، ومكملين في لقاءات اخرى بعد قليل. عوده ليك من جديد كابتن ايمن، اتفضل.